كيف يعرف الإنسان أن الله جل وعلا بارك له في عمره؟ من أعظم الدلائل على أن الله يبارك لأحد في عمره أن يشغله الله جل وعلا بطاعته. ومن أسوأ الأمور أن يشتغل الإنسان بغير الله عن الله. ومجالس القيل والقال وكثرة الأحاديث عن الناس وشغل الإنسان اليوم بكثير مما تبثه الشاشات أو المنتديات شغل كثيراً حتى من الأخيار عن طاعة الله بحجج واهية، ويحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم، لكنه لو في آخر نهاره عند بيتوتته وهو يسلم نفسه للرقاد لو حاسب نفسه أين قضى أكثر وقته، من خلالها سيعلم إن كان الله قد بارك له في عمره أو لا. في ذلكم الزمن الذي كانت فيه الطرقات وعرة والأوقات شحيحة يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا قال أبو بكر أنا، قال: من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، وذكر أمورا اجتمعت في الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في برهة من نهار وضحا من وقت، لأنه رضوان الله عليه وهو خير الأمة بعد نبيها آتاه الله بركة في العمر وعلمه أين يقضي وقته وفيما وإلى ما تخطو قدمه. لكن أن يجلس الإنسان بالساعات أمام الشاشات إما على فجور وإما على منكر يحدث هذا ويخاطب هذا ويقع في سيئة تتبعها سيئة، وإذا قام إلى الصلاة إن قام لها قام متكاسلا، وإن وقف بين يدي الله تراه مشغولا بما خلفه وراء ظهره ينتظر متى يفرغ الإمام حتى يكمل ما بدأ به. ونحن نقول إذا وقر حقا عظمة الله وقرت حقا عظمة الله في قلبك استحييت أن تشتغل بأحد غير شيء يقربك إلى من؟ إلى الله.